احنا كتابنا صار من شهر 11/2019 نركض عليه ولحد الان ماكو. المهم بعد معاناه طويله كنا معتصمين بالصحراء بمصفه كربلاء، اجانا وفد من الوزاره المتمثل بوكيل الوزير، قعدنا بالمحافظه يتفاوض انه احنا يصير كتاب تدريب بينا خلال هاي الفتره لحد الموازنه، باعتبار مصفه كربلاء مصفه مؤهل ومصفه كبير ويسع مهندسين كربلاء وبمكانات شاغره للمهندسين. صار الاتفاق رفعوا بينا مذكره، الوزير ما قاعد يوقع على المذكره مالتنا، فالتهميش كافر مثل ما نقول وجرم باتجاه اهل كربلاء ومهندسين كربلاء. خرجنا اليوم من اجل التاخير والتسويف بكتابنا المرفوع من قبل مدير شركه من قبل شركه مصافي الوسط. كتابنا رفع بتاريخ 27/8/2020 ولحد الان ماكو استجابه من قبل السيد الوزير بخصوص هذا الموضوع، رغم تم الاتفاق المبرم الذي حصل في محافظه كربلاء. احنا مهندسين كربلاء 281 مهندس، صار لنا تقريبا سنه من معتصمين امام بوابه مصفى كربلاء، وعلى اثر اعتصامنا صار اجتماع بمحافظه كربلاء بحضور المحافظ وبحضور وكيل الوزير، صار تسويف بمطالبنا ولحد هسه الوزير ما يرضى يوقع الكتاب مالتنا، يا اما يمشي كتابنا يا اما نرجع نعتصم امام بوابه مصفى كربلاء.